اعتمدنا على خطة كبيرة على توسع في الفروع. قدرنا نطلع الحمد لله من 18 فرع إلى 60 فرع حاليا. ده كان استراتيجية كبيرة لحجمنا في البنك، نطلع حوالي 3 أضعاف. والحمد لله كان نتيجتها كويسة جدا، وقدرنا نطلع من 10 مليار إجمالي الأصول إلى حاليا عدينا 80 مليار. مهتم جدا مش بس بالتكنولوجيا داخل البنك، لكن مهتم بالتكنولوجيا المالية او الفينتك. فاحنا كبنك واخدين قرار او باستراتيجية مختلفة بقى لنا يمكن اكتر من سنتين ثلاثة، واحنا ابتدينا برضو من الاول تركيز على الشباب. فالتركيز على الشباب مع الفينتك فهم ماشيين مع بعض، واحنا حاليا مركزين في الاستثمارات وفي التعامل في المشاركة مع الأنشطة المالية الغير مصرفية الـ NBFIs Non Banking Financial Institutions، سواء عن طريق مشاركات في شركات، سواء عن طريق التعامل مع الأنشطة، سواء إن احنا بنسلفهم أو بنشاركهم أو بنتعاون معهم في مجالات أخرى، لأن احنا شايفين ده بيتماشى مع استراتيجية البنك. لما تشوف النتائج بتاعتها احنا يمكن تقريبا قربنا من 100 من 100 شركة ناشئة، و100 شركة ناشئة وانت عارفة في الشركات ناشئة مش كله بيكمل. فبسط قوي لما بعرف ان نسبه الناس اللي مكمله اللي اتخرجوا من الانكيبيتر بتاعنا تعدوا ال 70%، و 20% منهم على فكره سيدات، ودي نسبه تعتبر كويسه لمصر، احنا مهتمين جدا جدا بيها. فاحنا ابتدينا معاهم من زمان، من 4 سنين، وعاملين مكان مخصوص ليهم وطريقه تخاطب مختلفه. بس تاني هي مرتبطه بالـ DNA بتاع البنك. احنا 50% من العملاء بتوعنا تقريبا شباب، فاحنا بدينها من 2015. فدي كانت احد التدرج، احد مراحل التدرج في الاستراتيجيه بتاعتنا.